السلام عليكم كاملين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. اليوم الحد، يلاه ساليت واحد شويه ديال الشقا، صبنت الحوايج. اليوم كان الحال شويه سخون، وبغيت دابا نهبط للسوق، عندي شي حوايج نتقداهم. بغيتكم نديكم معايا، وايضا نشوفوا مول البال اللي عجبكم، البال والحوايج ديالو اللي شفتوهم معايا في الروتين. يلا ما تمشيو فين، يلا هو معايا. ملي دخلت الروتين لقيت تعليقات على هاد البال، شفتوا معايا الحوايج اللي خديت وتقاسمتهم معاكم، عجبوكم. وكاين اللي كيقول لي قولي لنا الصراحه، وكاين اللي كيقول لي انا كنجي للبال وكنتلقى غالي في اللويزيه، وكاين اللي كيقول انا كندور ما كنلقى والو. فغادي نقول لكم انا هاد السيد خديت من عنده فعلا الحوايج، هما اللي بارطاجيتهم معاكم، 8 دراهم، جوج بياسات 15 درهم. وجيت نصور لكم حيت كاين اللي كيطلب مني نزيد نصور باش يشوفوا الحوايج اللي عنده. حاولت ما امكن انني ناخذ لكم غير واحد بياسات اللي هما قلال، وكل حد اشنو كيكون. جيت واحد شويه معطله، يعني ما مشيتش الصباح بكري، حيت الصباح الا جيتو مع ديك 9 او لا 10 فكيكون ما كتختاروا. انا مشيت تقريبا حتى لشي جوج، يعني راه تختار اللي تختاروا. مع ذلك يعني لقيت لي جاكيت، خديت فقط واحد جاكيطه واحد تريكو، ان شاء الله حتى لشي روتين نتقاسموا معكم. ومشات معايا كذلك جارتي حتى هي خدات لوليداتها. مهم عنده ما يدار، عنده ما يتختار. كذلك عنده واحد طبيله غتشوفوا معايا، غنصور لكم جاكيطات ديال وليدات الصغار، البنيتات الصغار، الثمن ديالهم ما بين 20 درهم حتى 30 درهم. وكذلك عنده طبيلات اخرين فيهم حويجات. مهم انا جيت خديت من عنده من هاد الطبله هذه، جيت نصور لكم باش تشوفوا كذلك الحوايج اللي كاينين عنده. وراه كيكون داكشي مخلط، يعني كيكونوا سراول، كيكونوا جاكيطات، يعني ماشي مفرقين. اللي كيسول على البلاصه في كاين، هو كاين حدا الطاكسيت ديال لويزيه كيف ما قلت لكم، اولا المحمديه راه كاينه واحد الساحه، وكاينين بزاف ديال البال حدا العماره اولا الباطمه ديال العطواني، كاينه واحد القهوه. مهم نتوما ملي تدخلوا البلاصه ديال البال سولوا لعبد الفتاح وقولوا ليه راه ديك السيمانه راه جات واحد اليوتيوبر صوره، حيت انا ما قالش لي الاسم ديالي. وفعلا راه غادي تلقاو عنده هادشي اللي كنقول لكم انا، راه اللي كاينه هي اللي كنتقاسمها معاكم. ما مشيتش نصور لكم في البلاصه اللي فيها الثمن مرتفع ديال البال، بغيت لكم الخير كيف ما خديت ليا، بغيتكم حتى نتوما تجيو تاخذوا. راه ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه، وسولوه ما عطاني حتى شي حاجه، داكشي لله في سبيل الله. ورغم انني مشيت واحد شويه معطله، فكاين مازال ما يتختار ماركه اللي هي معروفه، بيرشكا، زارا، اش ام الى غير ذلك. مهم اللي مازال ما شاركش في القناه يشترك فيها ويدير نقر على الجرس، الجرس هو اللي كاين حدا ابوني بالاحمر، يكليكي عليه باش دائما يتوصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالي. وان شاء الله غادي نقدم لكم الجديد عما قريب، وغادي نخليكم على خير ونكمل لكم الجوله اللي عنده في الطبيله، وغنصور لكم كذلك الجاكيطات ديال وليدات الصغار. ولا كان كيهمكم الامر رجعوا عنده، راه كيبيع حوايج اللي هما غزالين. ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في فيديو جديد، ونخليكم على خير ومع السلامه محبي قناتي.